بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس أندريجيه دودا رئيس جمهورية بولندا، اسمحوا لي بداية ويسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر، والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة رئيسية من الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان. وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا، وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً. وعلى الصعيد الثنائي، تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بغية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في الشق الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة، أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا، وكذلك تكثيف التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات، فضلاً عن الخدمات السياحية والعلاجية، والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات، وكذا عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر. وتم الترحيب أيضاً بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وارسو اعتباراً من 31 مايو 2022، وهي الخطوة التي نعول عليها كثيراً من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية، لا سيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. ولقد حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وذلك بالنظر لما هو معروف عن الاهتمام الخاص الذي تولي بولندا لمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة. كما أردت أن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية. وقد تطرقت المباحثات أيضاً إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادنا من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر. هو الأمر الذي كان له طيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة على القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقاً مكثفاً للمهاجرين مؤخراً. كما تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27، أخذاً في الاعتبار استضافة بولندا ل3 دورات سابقة للقمة، ولقد شهدت المباحثات توافقاً حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي، وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونياً بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل، المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر. وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضاً بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الأثيوبي. كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية، ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد. وعلى الصعيد الدولي، تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره، وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث زم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها. كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق تم استعراض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في شهر أبريل الماضي بزيارة إلى كل من موسكو وورسو لالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية لحث جميع الأطراف على التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاوض وصولاً إلى تسوية تجنب الجميع وآلات الحرب وآثارها الاقتصادية الوخيمة. فخامة الرئيس دودا، مرة أخرى أجدد ترحيبي بكم وأعرب عن تقديري لشخصكم الكريم في زيارتكم الأولى إلى مصر، وأيضاً تطلعي إلى تلبية دعوتكم إلى زيارة دولة بولندا في أقرب وقت، والتي تؤرخ لبداية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا من أجل مزيد من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الصديقين. وشكراً. تفضل فخامة الرئيس. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, ministrowie, wszyscy przybyli goście. Chcę wyrazić ogromną radość, że mogę odbyć tę oficjalną państwową wizytę w Egipcie, jako prezydent Rzeczypospolitej goszczę dzisiaj w Egipcie, jako prezydenta prezydenta bardzo długiej, bardzo szczegółowej. Dzisiaj rozmawiam o wszystkich najważniejszych tematach, relacje dyplomatyczne, dyplomacje, 100 lat. Rzeczywiście jest to już سنة، وهي تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بيننا، ولكن في آخر الأوقات هذه الزيارات الثنائية بيننا كانت قليلة، وزيارتي هذه هي منذ عام 1992 عندما كان هنا الرئيس ليف باوانسا، فإذا مر 30 سنة على هذه الزيارة، وزيارة الرئيس حسني مبارك التي تذكرتها أنا أيضا في عام 2008 في شهر آذار مارس، عندما استقبله الرئيس ليخ كاتشينسكي وكنت أنا وزيرا في ديوان الرئيس كاتشينسكي. أنا سعيد جدا بأن هذه الزيارة تبدأ في عصر جديد بين العلاقات الثنائية المتبادلة. دعوت سيادة الرئيس
الرئيس وفخامته إلى وارسو. أتمنى أن يتم ذلك بسهولة. أستطيع أن أقول أن بعلاقاتنا الآن يحصل الكثير من الشيء من أجل تعميق هذه العلاقات، وخاصة ما ذكره السيد الرئيس في مجال العلاقات كالعلاقات الجوية بين 5 مرات من الطيران في الأسبوع. ستكون هذا مساعد للعلاقات الاقتصادية والسياحية أيضا. إن هذه العلاقات، مئات الآلاف من السياح البولنديين يأتون إلى مصر من أجل الاستراحة. أنا أشكركم بأن السياح المصريين يلقون ضيافة لائقة، وأتمنى أن يزداد هذا العدد. وأود أن يزوروا ليس فقط البحر الأحمر وشواطئه، ولكن أيضا كل الآثار العريقة التي تعبر عن حضارة مصر العميقة، والتي شارك في الكشف عنها منذ عشرات السنوات الآثاريون المصريون. وأنا سعيد جدا بأن السلطات المصرية تدعم البعثة الآثارية البولندية. وأنا طلبت من السيد الرئيس بالمساعدة من أجل أن نفتح في الأقصر محطة آثارية جديدة أخرى لكي يتمكن الآثاريون من بولندا بما يعطي الفائدة للعلم وللحضارة المصرية، وأيضا من أجل أن يتعاونوا مع زملائهم المصريين في الكشف عن آثار هذا البلد العظيم وعن مخزون هذه الأرض من هذه الحضارة، من أجل أيضا أن يتم الاستفادة منها بدرجة أكبر وكشفها بشكل أكبر. وتحدث أيضا مع فخامة الرئيس على الأمور الحالية الجارية وعن التعاون الاقتصادي. إن مصر يعتبرها البولنديون من أقرب الدول العربية، حيث أن التعاون مثمر ودائم، وأن مصر دولة محبوبة في بولندا. وعندما تحدثت مع السيد الرئيس ومع السادة الوزراء، فلا يوجد في بولندا أي صورة نمطية عن المصريين، مما يجعل من هناك قاعدة أساسية للتعاون الاقتصادي في مجال التعاون ومجال التعاون الرقمي مثلا، وفي مجالات أيضا تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، في مجال التعاون المشترك العسكري أيضا والزراعي، لأن الزراعة أيضا هي متطورة في بولندا، ونحن غذائيا مستقلين ونقوم بتصدير الأغذية إلى عدة دول العالم في كل أنحاء العالم. وتحدثنا يوم فخامة الرئيس عن القدرات الكبيرة التي يمكن فيها أن يتم توريد هذه إلى مصر. وتحدثوا أيضا عن أن هناك إمكانية واسعة للتعاون مع في مجال العلوم المائية، وأن عملية استفادة الاقتصاد المائي هو قضية مهمة لكلا الدولتين، ونحن هنا مستعدون لمشاطرة الجانب المصري كل هذه التجارب. نحن نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات
البولندية نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين. وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا. وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود. كما أشكركم يا فخامة الرئيس على تفهمكم لوضعنا في بولندا، بحيث أن لدينا أكثر من 2 مليون لاجئ من أوكرانيا الذين يسكنون عندنا ولجأوا إلينا من أوكرانيا المجاورة، التي أكثر من 3.5 مليون عبروا حدودنا من هذه الناحية، ونحن بأهمية كثيرة من خلال هذا العدوان الروسي على أوكرانيا. ونتمنى أيضا أن هذه الأزمة تنتهي بسلام، ونحن كجيران لأوكرانيا فنحن نعرف أن روسيا غزت على أوكرانيا بدون بأي تبرير، وهي بذلك انتقصت من الحقوق الدولية، ويجب بشكل رئيسي وبتصميم أن يتم إنهاء هذه الأزمة بشكل سلمي. كما نحن نقول أن المقاطعة التي تعرض لها مصر بسبب غزوها لأوكرانيا هي التي عن طريق المفاوضات ربما يتم إلغاءها. يجب أن تجلس أوكرانيا على هذه طاولة المفاوضات، ويجب هي أن تقبل هذه الحلول التي تدخل. فنحن لا نتصور أن وفي جزءنا الذي نسكن فيه من أوروبا بأن هذه الحلول السلمية ستكون دون موافقة ودون مشاركة أوكرانيا في المفاوضات، وهذا بالنسبة لنا غير مقبول. وهذا يذكرنا بالأزمان التي أوصلت العالم إلى الحرب الباردة، عندما كانت بولندا وخاصة في مدينة يالطا، عندما تم الحديث عن مستقبل أوروبا دون دور الأطراف المعنية، ونحن نقف بشكل رئيسي إلى جانب أوكرانيا، ويجب أن تكون هي جزءا لتجسم هذه الحلول، ويجب أن تشارك هي في إيجاد هذا الحل النهائي الذي سيتم. نحن فقط عبر هذا الطريق نرى أن السلام ممكن في هذا الجزء من أوروبا. أود أن شكرت أيضا فخامة الرئيس على التعاون السياسي الذي هو بين بلدينا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. ونحن أيضا نقول أن هناك مهم جدا هذا التعاون المشترك، ومهم وجوهري من الطرف البولندي أن حالة الطاقة التي نتجت عن الأزمة التي حصلت، ويجب أن القيام بكل الخطوات التي تساعد على المساعدة على الحفاظ على المناخ، وتلك التي تتعلق بالحرب في أوكرانيا وما يحصل على سوق الوقود العالمي. وأن مؤتمر القمة COP27 الذي سيحصل في مصر، وسوف أحاول أن أكون شخصيا حاضرا، وأود أن أؤكد لكم بأن بولندا ستكون ممثلة بأعلى مستويات. تحدثنا أيضا مع فخامة الرئيس عن عملية إمكانية تغيير توريد سال الغاز المسال، وأن بولندا تمتلك ميناء للغاز المسال، ونحن نقوم بتوسيعه، ويمكن أن يكون في مدينة أخرى أيضا ميناء مجهز. ونقول أن مصر بالنسبة لنا هي شريك مستقبلي أكيد، ونحن ندعو
يدعم هذه المفاوضات التي تتم بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي من أجل تصدير الغاز المسال المصري إلى الاتحاد الأوروبي. هذه هي أيها السادة هي أهم القضايا التي تحدثت فيها مع فخامة الرئيس، وأود أن أقول أننا نحن ممتنين جدا لهذه الاستضافة من قبلكم مرة أخرى. أشكركم يا فخامة الرئيس، وأقول بأنني في أقرب وقت سوف أتمنى أن أستقبله مع عقيلته في وارسو، وسيكون بذلك علامة لتوثيق هذه العلاقات بين مصر وبولندا، مما وأؤكد بأن هذا سيكون مثمر للطرفين. جينكو يا فاني بريزيدنت شزامي وسوابا.